نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني مع نجمنا الكابتن القدير إبراهيم علي الذي شق طريقه مسرعا صوب الشهرة والنجومية، وهذا ما جعله عالقا في ذاكرة المحبين والمتابعين إلى يومنا هذا بعد المستوى الفني الرائع الذي قدمه آنذاك. الآن مشاهدينا سنتوقف مع بعض اللحظات واللقطات الخاصة بالحلقة السابقة، نتابع ولنا عودة. إبراهيم علي له دور كبير في نادي زوراء، والفترة القديمة اللي قضاها بنادي زوراء كان من اللاعبين ومن المدافعين الأقوياء اللي خدموا النادي، والبطولات اللي جابوها النادي كان بسبب إبراهيم علي ونخبة من اللاعبين. رأيك مباراة اليوم أمام الشرطة؟ اليوم مباراتنا تكون صعبة جدا، ويجب اليوم إن شاء الله نفوز، لأنه فريق الشرطة عنده 3 نقاط. كابتن إبراهيم علي قبل أن يكون لاعبا كان مثالا للاعب الخلوع، والذي يتمتع بطول فارع وقوة جسمانية أتاحت له البروز بين زملائه لتمثيل المنتخب الوطني. أهلا بك من جديد كابتن إبراهيم علي، لنكمل حوارنا الشيق معك، لأن بالتأكيد متابعيك ومحبيك بانتظار ما سنتحدث به اليوم عبر يعني هذا اللقاء للكشف عن رحلة طويلة وخفايا ومشوار غني مع الساحرة المستديرة. كابتن، سؤالي التالي: صدقا أرغب أن أسمع منك قصة الهدف الذي سجلت بمرمى الزوراء، وتحديدا على الحارس الكبير جلال عبد الرحمن. يعني هذا متأكد من أستاذ؟ لا لا جتني المعلومة، بس ما كنت حاضر. حقيقة انه مسيرة الرياضية اني اللي لعبت في الزوراء عندي 8 اهداف. نعم. كمدافع. طيب. لكن انه ما سجلت على جلال او غير جلال قد يكون عليوي ممكن. نعم. يعني لكن انا سجلت على جلال حقيقة. أنا أحكي لك إياها. يعني الخبر غير صحيح. الخبر غير صحيح، لأنه حقيقة أنه لو أكو هيك شيء أنا أقول لك والله أنا حقيقة سجلت على جلال عبد الرحمن بخطأ، وهي كرة القدم أخطاء ممكن. طالما يعني نجوم الأمس حضروا معنا وأنت يعني تسرد الأحداث، فمن الطبيعي أن حضرتك عاصرت نجوم الزوراء، يعني أمثال فلاح حسن والمرحوم علي كاظم وحازم وأنور جسام وأكرم سلمان طبعا، والقائمة تطول. سؤالي: لماذا لم تتبوأ منصبا إداريا حتى وإن كان صديقك القديم الجديد فلاح حسن على رأس الهرم الزورائي؟ حقيقة أنه أنا ما أحب المسؤولية، لأنه المسؤولية أنه كبيرة جدا لو أنه تعمل بصدق وتوفر مثل ما وفروا لإبراهيم علي كان لاعبا أو مدربا، لو أنه تبقى أنت بالجانب الفني، فأني أحب الجانب الفني أكثر من جانب الإداري. ممتاز. بالرغم أنه كابتن فلاح صديقنا وأخونا ولعبنا سوى منتخبات إضافة إلى الزوراء، والآن تربطني به رابطة جيدة جدا وعلاقتي به جيدة، لكن أنه أنا ما أحب الإداريات. الإداريات يراد لها واحد متفرغ لازم 24 ساعة بالنادي. أنا أحب الجانب الفني. نعم. أحب شغلة التدريب. نعم. أحب الإشراف، أحب أقدم النصائح للصغار. نعم. نبني جيل مستقبل. والله كابتن لو تجي هسه على فريق البراعم في الزوراء والأشبال والناشئين والشباب بالرديف، والله بالجانب الفني بالجانب التربوي وكيفية التعامل معهم، والله هذا عندي مهم أكثر من جانب أنه الإداري أكون عضو هيئة إدارية. ممتاز. أو نائب
رئيس هيئة إدارية أو أمين سر الهيئة الإدارية، أنا هاي ما تعنيني بقدر ما يعنيني العمل الشرفي، العمل الأخلاقي فعلا. العمل اللي فيه طابع ممتاز. احنا بحاجه لهذا الاسلوب طبعا التربوي والفني، احنا بحاجه اليه على صعيد المستوى الفني، وخاصه يعني بخصوص الاداء وخاصيه الاداء. انت برغم قوتك وصلابتك بخط الدفاع، لكنك في اكثر من مناسبه قلت انك تخشى المرحوم كاظم وعل الله يرحمه، والكويتي جاسم يعقوب، وكذلك البولندي على ما أذكر لاتو، إذا يعني صح أو ما خانتني الذاكرة. لماذا كل هذا الحذر من هؤلاء اللاعبين؟ يا ترى ما هي الأسباب؟ كابتننا العزيز، أنه لاعب كرة القدم اللي ما يحس بحساب ويقرأ قراءة صحيحة هذا مو لاعب كرة القدم. انه المرحوم كاظم معل في ذلك الوقت اللي له الله منطيه الصحه والعافيه كان النجم الاول هو بالعراق، لاعب مهاجم وهداف. جاسم يعقوب الكل تعرفه المنطقه، اللاعب الكويتي من اللاعبين الممتازين ولهم شان كبير. البولندي لاتو من اللاعبين الممتازين والمهاجم، وانا لعبت حقيقه ضد لاتو زين، لكن هذولا لهم حسابات، وعلى المدافع انه لازم يقرا، لازم حسابات. تشوف كاظم مع الله يرحمه يمتاز دائما جهه اليمين جهه اليسار، كرات الهواء بالجام. تشوف جاسم يعقوب بالكنترول بالمراوغه بالسرعه بالتهديف. تشوف لازم انت كمدافع تقرا اللاعب ثم تؤدي داخل الملعب. ممتاز جدا كابتن. يعني إليك ما قال عنك الزملاء والمختصين بالشان، سنتابع ولنا عودة، خليكم يعني. إبراهيم علي لاعب نادي السكك والنقل والزوراء، وكان من المدافعين الجيدين والبارزين والأساسيين في هذا النادي. دعي إلى منتخب الشباب وإلى منتخب الوطني والمنتخب العسكري، وأثبت جدارته، وكان من اللاعبين الأساسيين مع المنتخبات الوطنية. وأتمنى له دوم الصحة والعافية لهذا الزميل العزيز بإذن الله تعالى. أهلا بك كابتن إبراهيم. في أول مباراة لك مع الزوراء كانت أمام الموصل في عام 73 بمناسبة افتتاح ملعب الموصل، وكانت النتيجة زورائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أعتقد لهذه المباراة حكاية، هل لك أن تحكيها لنا وماذا تمثل بالنسبة لك؟ حقيقة أنه مباراتنا مع نادي الموصل أول مباراة إلي أني تقريبا كلاعب ضمن التشكيلة للدعش. لعبني المرحوم جرجيس الياس بال73 مدافع يسار، في نعم. حين أني لو ألعب متقدم لو لي وراء لو يمين لأنه ما، لكن الله وفقني مدافع يسار ولعبت مع أخواني اللاعبين في ذلك الوقت نجوم كلهم، وقدرنا أنه نكسب المباراة 3-1. وقدمنا حقيقة أنه تعرف التنادي السكك نادي عنده فيض من المناولات ومن الباصات، ويعني 8-10-12 مناولة فريق السكك معروف عنه. فقدرنا أنه في هذه المباراة نكسبها فنيا ونتيجة. إضافة إلى هذا، بعد عودتنا من الموصل رجعنا بالقطار، لأنه القطار سككي وإحنا أهل السكك، فعربات ما النوم جاني الإداري وقال لي حبيبي يريدك أستاذ جرجيس الياس. والله أتذكرها لحد الآن، رحت له في العربة مالته وقعدوا ليدي قعدت، شونك شون صحتك بارك الله بيك. تعرف جرجيس الياس ما يمتدح أحد، صعب لأنه اي لانه كشاف وعبقري ويفهم انه اللاعب اذا تحرك لاعب ممتاز لو مو ممتاز، فكشاف من الممتازين الله يرحمه. قال لي قدمت مستوى وبارك الله بك، واني اريد اقدم لك هذه
البرتقالة من عندي لك. فقلت أنا أشكرك أستاذ وبارك الله فيك. بعدين رجعنا إلى بغداد فشكلت بعد ماكو خوف على إبراهيم علي، بدأ بالمسيرة إلى يومنا هذا. البساطة حلوة، برتقالية واحدة بس بساطة حلوة. أي ذاك الوقت بال73 معنوياً البرتقال الهدور بدليل إنه أكو أحد المطربين يا البرتقالة غناها. أي صحيح. يلا يا منح معنوياً أكبر. سأبقى كابتن مع تلك المرحلة، فعند دعوتك للمنتخب المدرسي الفائز بالدورة المدرسية التي جرت في القاهرة عام 1975، كنت كابتن الفريق الذي ضم إلى جانبك العديد من النجوم الكبار، يعني أمثال رعد حمودي، أعتقد حسين سعيد، سليم الملاخ وطبعا الآخرين. كيف تعاملت مع هذه المسؤولية في ظل تواجد هذه النخبة من النجوم؟ اللي ضمني حقيقة إلى الفريق المدرسي اللي مشارك في البطولة العربية المدرسية بالقاهرة وبالخصوص بالإسكندرية، فحقيقة عملنا آني وأستاذ داود شار الكابتن جابها وقال لازم أنت تصير الكابتن. ذاك الوقت إحنا تعرف نستحي نقول له ما يصير فلان وفلان وفلان، كان طالب أبو الطليعة من أهل الحرية الكابتن في ذلك الوقت، فانطاني الكابتن قال لي انت لاعب ومستقبل ومثلت منتخب شباب. فالكابتن حقيقة شارة الكابتن ثقيلة ثقيلة جدا، لأنه بها مواصفات كبيرة شارة الكابتن، شلون التعامل مع المدرب، شلون تتعامل مع اللاعبين، شلون توصل المعلومة، لازم انه تحمل ثقافة عامة ثقافة رياضية، عندك اطلاع كاملة، وإلا مو أني شايل إشارة الكابتن وأني ما أعرف أسلوب الإشارة وأسلوب الكابتنية وكيفية التحرك مع اللاعبين. فسوينا حقيقة أنه موضوع أني وأستاذ داود حول هذه البطولة، ويجي يمي وأروح له ونناقش على لاعب لاعب، والحمد لله والشكر أثمرت عن شيء وأخذنا البطولة من الفريق المصري اللي هي على أرضه وجمهوره، أخذناها بضربات الجزاء فارق 4-3. ممتاز. كابتن سأنتقل إلى بطولة شباب آسيا في بانكوك عام 1976. على الرغم من أنك كنت مميزا جدا، لكنك يعني أخفقت في تنفيذ ركلة الجزاء الترجيحية أمام منتخب كوريا الجنوبية ولمرتين. لماذا أعادها الحكم؟ ولماذا لم تسجل بالإعادة وأنت كنت معروف يعني ماهر في تسجيل ضربات الجزاء؟ حقيقة أنه أنا كنت من اللاعبين البارزين في منتخب الشباب سواء بال75 أو ال76 اللي جرت في بانكوك. لعبنا مع فريق الكوري، جبنا الهدف الأول، جاب اللاعب الخلوق والأسطورة المرحوم كاظم معل، ثم جابوا التعادل، انتهت المباراة ورحنا إلى حسم نتيجة المباراة إلى ضربات الجزاء. فحقيقة اللي كنت أنا مرشح قوي أنه أسجل أهداف، المباراة انتهت بالتعادل ورحنا إلى ضربات الجزاء، فأجل ضربة الجزاء نفذتها، تحرك الحارس فعاتها، ثم نفذت الثانية جت بالعمود وطلعت. قالت المثل الشعبي حتى خالف تعرف حتى يعرفني الجمهور أنه ضيع ضربة جزاوية تذكرون بها إبراهيم علي. طيب كابتن، يعني على الصعيد الشخصي حقيقة أنا سأبقى متشوق لتلك المرحلة ولمعرفة شعور كل نجم سابق حول بعض المواجهات الساخنة. يعني بالنسبة لحضرتك، كيف كنت تستعد لخوض الكلاسيكو أمام الجوية، وكيف كنت تنظر لهذه المباراة؟
حقيقة أنه هو الفريق التقليدي والكلاسيكو بين الجوية وبين الزوراء، والله لحد الآن قائم حتى عندنا بالفرق الفئات العمرية. الآن ذاك اليوم قبل أسبوع أنه دوري الشباب الفئات العمرية الجوية والزوراء على ملعب الزوراء. يا أخي شنو هذا الجمهور، شنو هذا العشق للفريقين؟ هي قاعدة ثابتة أنه الجمهور جوية سواء الفريق الأول أو الشباب أو الرديف أو الناشئين إلى طعم خاص. يعني شو نعزي لك أنه الكلاسيكو الجمهور يترقب، المسؤولين المدربين اللاعبين، فحساسية كلش كبيرة من أنه أكو مقابلة بين الزوراء سواء الفئات العمرية أو فريق الأول. تنتظرها الصحافة، تنتظرها الإعلام، تنتظرها القاعدة الجماهيرية للفريقين، المدربين اللاعبين. حقيقة أنه أنا دائما وأقولها بصراحة أنه قلت لك سكر الدوري الزوراء وملح الدوري الجوية. كابتن، إليك ما قال عنك الزملاء والمختصين بالشأن، سنتابع ولنا عودة، خليكوا يعني. إبراهيم علي لاعب وفي جدا للزوراء ولاعب خلوق جدا، أبعد أعتقد في قمة مستوى عن المنتخب الوطني، وهذا الإبعاد يعني احتكلنا بوقتنا، احنا اعتبرنا إبعاد ظالم، لكن بديل الكابتن كريم علاوي أنجز مهمة على أحسن ما يمكن، وكان خير سلف وخير سلف، وبقي اللاعب إبراهيم علي في الذاكرة يمثل شيء جميل في هذه الذاكرة. أهلا بك من جديد كابتن إبراهيم علي. كابتن، كيف ترى الزوراء يعني بمقارنة بسيطة ما بين ثلاثة أجيال؟ أولا جيلكم، ثانيا جيل المرحوم أحمد راضي، ثالثا جيل اليوم الذي يقود علاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم. حقيقة أنه كل وقت إلى أجياله، كل وقت إلى طبيعته، كل وقت إلى ناسه، لكن هو الزوراء زوراء، هو اللي حقيقة إحنا جيل السبعينيات اللي أسسنا القاعدة الرصينة والكبيرة إلى الأجيال اللي عاقبت بعدنا، سواء جيل الثمانينيات، جيل التسعينيات والألفينات. هذه حقيقة أنه أكو يعني اختلاف بسيط، أنه إحنا في ذلك الوقت أنه كنا هواة وليس محترفين، ماكو عقود، ماكو رواتب، نلعب أنه لأجل هوية نادي الزوراء، لأجل هوية العراق، لأجل كرة القدم. ولذلك الفرق الآن اختلف، أنه تعرف الآن أكو مستحقات ما تعطيها للاعب قد يكون يتمرد، العقود تأخرت قد يكون يصير كلام ثاني. فالزوراء زوراء، هو رضينا أن أبينا الزوراء زوراء. طيب كابتن، نحن والمتابعون تواقون لاستذكار ومشاهدة بعض الأهداف من تلك المرحلة المهمة في تاريخ الكرة العراقية، خلي نتابع ونرجع لك. رفع كرة، ضربة رأس، هذا كان يسجل هدف التعادل. رفع كرة عادل الخضير، باقي حوالي 3 دقائق. حارس المرمى الحمودي في المرمى، وابراهيم علي ينفذ الكرة، ضربة، قدم، يضرب، يضرب ويمسكها، يمسكها رعد ممتازة، يخلصها رعد ضربة الجزاء. أهلا بك كابتن، سنكون الآن مع بعض الأسئلة السريعة والخفيفة. من هم أقرب أصدقائك من داخل الوسط الرياضي؟ عادل الخضير. موقف صعب خرجت منه بسلامة؟ موقف صعب خرجت به شخصيا؟ أي طبعا، يعني في مباراة، في موضوع شخصي. حقيقة الموقف الصعب اللي خرجت منه وحقيقة متألم جدا هو عدم تنفيذ ضربة الجزاء على الفريق الكوري وخسر الفريق الشبابي. طيب، موقف طريف لا زال متشبث بذاكرتك حتى هذه اللحظة؟
الحقيقة أنه الموقف الطريف اللي أحبه عندما أنه نلعب في نادي الزوراء وناخذ البطولة وفرحة الشباب العارمة داخل الملعب، التتويج، المحبة، التواصل، العلاقة الطيبة لا يزال محتفظ بها. طيب، هل كنت تتوقع نفسك بعيدا عن المستطيل الأخضر بمهنة أخرى أو لعبة أخرى؟ لا لا، بالعكس، أنا الآن بالوسط الرياضي وبالمستطيل الأخضر مع الفئات العمرية ومرتاح جدا، وأنا يعني حقيقة أنه واثق من نفسي أنه من أعمل بثقة وأعمل بشرف وأعمل بكل إمكانية اللي عندي. طيب، هل ندمت على موقف أو فعل يوما ما؟ والله هي مواقف كثيرة. نعم، مواقف كثيرة، لكن إنه علمتني الحياة، لأنه يعني مو شوية، أنا 49 عام بالوسط الرياضي، علمتني الحياة. أتمنى إنه الآن العالم ترتقي للمستوى المطلوب وترتقي للخلق العالي وترتقي إنه عمق الصداقة القديمة، التواصل، المحبة، أنا هذا اللي يهمني كابتن. أجمل مباراة خضتها ولماذا كانت هي الأجمل؟ أجمل مباراة خضتها عندما كنت ألعب فريق الزوراء والفريق القوة الجوية، حقيقة اللي سجلت بها الهدف الرابع على حبيبي وأخويا كاظم شبيب. يا سنة؟ 76. طيب، 76. ممتاز، تحياتنا للكابتن الكبير كاظم شبيب. طبعا كابتن، بالمنتخب أو النادي، مع من كنت تنسجم أكثر أو ترتاح باللعب في خط الدفاع؟ والله خط الدفاع كان متمثل بالمرحوم ناظم شاكر وكابتن عدنان درجال، أقدم له التحية وزيرا للشباب والرياضة. وأنا مدافع يمين، والكابتن حسن فرحان أيضا أقدم له التحية. كان خط دفاع صلب رصين، مو من السهولة اختراقه. كابتن إبراهيم، شكرا لتلبيتك الكريمة والحديث بكل صراحة عن ذكريات الماضي. هل لك كلمة أخيرة؟ والله عندي كلمة أخيرة، لا يسعني أن أقدم شكري وتقديري العالي إلى جنابك، وشكري إلى جميع العاملين معك، وحياكم الله، وإن شاء الله متواصلين على الخير والمحبة كابتننا الذهب. الله يسلمك ويبارك بيك، وإن شاء الله أشوفك في صحة وفي هذا العطاء الكبير، وإن شاء الله نشوف على إيدك وإيد الزملاء عناصر جديدة من اللاعبين، وهاي المهمة السامية والنبيلة اللي تقوم بها مع مجموعة ونخبة نعتز بها. تبقى اسم كبير وتبقى أنت لك مكانة في قلوبنا على كل الأصعدة، ليس على المستوى الفني فحسب، وإنما حتى على الصعيد الإنساني والأخلاقي. بارك الله بك كابتن إبراهيم، وإن شاء الله أشوفك في مناسبات قريبة. صحة وعافية. صحة وعافية. شكرا للكابتن إبراهيم علي، الرياضي الخلوق والفذ في عالم كرة القدم العراقية، الذي كان معنا عبر ديسكايب من بغداد، فشكرا جزيلا له. مشاهدينا، من أجل الأجيال الحالية واللاحقة، ومن أجل ألا يذهبوا بعيدا عن ذاكرتنا، سنواصل سلسلة تغطياتنا ضمن فقرة أين أنت لمتابعة كل الشخصيات الرياضية من نجوم الأمس. وها نحن اليوم نختتم رحلتنا مع النجم الدولي إبراهيم علي، الذي أحبه الوسط والجماهير الرياضية أيضا لما قدمه من عطاء سخي للعراق ولكرة العراق. على الموعد المقبل نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي، أنا بلال بداع، مع السلامة.